زيارة أراد منها تفقد سير الأعمال والاستماع إلى مطالب المواطنين، جال وزير الصحة علي حسن خليل على مركز أدوية الأمراض المستعصية التابع للوزارة في الكارنتينا. المواطنون الموجودون في المركز استوقفوا خليل أكثر من مرة مشتكين من بطء في سير المعاملات ومن سرقة أدوية، فأجاب خليل كاشفا عن إجراءات إصلاحية ستتخذها الوزارة لتحسين أداء المركز. اكتشفنا الكثير من حالات بين هلالين بدي سميها السرقة للأدوية التي تحصل بطريقة غير شرعية بالمركز، وهذا الأمر ما له علاقة بالموظفين وما له علاقة بالناس المرضى العاديين. هناك ناس تحت ضغط الشغل بيستلموا بطاقات، معهم بطاقات لناس كانوا مرضى أما توفوا، أو ناس هني معهم ورقة حكيم ما مرقوا على اللجنة بيضغطوا لحتى يوصلوا على الكارنتينا. نحن من أكثر من شهر ونص كلفنا التفتيش برسالة خطية بأن يضع يده على هذا الملف. نعم هناك ربما موظفين ممكن يكونوا مرتشين أو ممكن يكونوا متآمرين مع بعض الذين ينظمون عملية سرقة الدواء، لكن نحن حولنا أكثر من حالي على التفتيش. هذا إجراء أنا بعرف أنه زعجني سياسيا، في كتير ناس ضغطوا. خليل وعد أيضا بنقل موظفين إضافيين إلى المركز متمسكا بحق المواطنين في الحصول على الدواء.